يعاني الأردن من ضغوط جمة، حيث وصل فيه معدل البطالة إلى 13.8، 30% منه في صفوف الشباب، كما وتعاني المدارس والمستشفيات ومرافق إدارة النفايات والمياه من أعباء تتجاوز طاقتها الاستيعابية. علاوة على ذلك، أدى النزوح الأخير لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى فرض ضغوطات جديدة على الأردن، مما أدى إلى اكتظاظ في سوق العمل، وزادت الضغوطات على الخدمات الأساسية. صاحب ذلك ارتفاع غير مسبوق لأسعار الإيجارات، إضافة لظهور بعض التوترات في بعض المناطق بين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن. قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن UNDP بتنفيذ مشروع التشغيل السريع في المجتمعات المستضيفة، والذي يقوم على اتباع منهجية مبتكرة تسمى 3x6، تشتمل على 3 مراحل بغرض التخفيف من أثر أزمة اللجوء السوري على هذه المجتمعات. تعيش سميرة والبالغة من العمر 24 عاماً مع أمها وأختها وزوجها وطفليها في محافظة المفرق، وبسبب الضغوطات المالية المتزايدة الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية، تسعى سميرة، والتي تخرجت حديثاً من الجامعة، حالها كحال العديد من صديقاتها، جاهدة للعثور على وظيفة تعيل بها نفسها وأسرتها. وقد دفعتها حالة الإحباط جراء تفاقم أوضاعها على مختلف الصعد إلى تقديم طلب في البلدية للمشاركة في مشروع التشغيل السريع منهجية 3x6، وتم في النهاية اختيارها لتكون ضمن المشاركين في هذا المشروع. المرحلة الأولى من المشروع هي الشمولية. الشمولية تعني إشراك الأفراد في أنشطة خدمة مجتمعية تطوعية مختلفة لتمكينهم من تحقيق دخل مؤقت وسريع. في هذه المرحلة تتلقى سميرة تدريباً على كيفية تحديد احتياجات مجتمعها المحلي، ومن خلال العمل مع مستفيدين آخرين تقوم سميرة بصيانة الوحدات الصحية كالحنفيات في إحدى المدارس ضمن منطقتها، وعقد ورشات وجلسات توعوية تتعلق بمختلف جوانب التثقيف الصحي للطلبة والعاملين في المدرسة لضمان تمتع جميع من هم في المدرسة بصحة وعافية والحصول على مياه نظيفة. علاوة على ذلك، تحصل سميرة على فرصة للالتقاء والتعرف على شباب من كلا الجنسين في مجتمعها للمرة الأولى. وخلال فترة تنفيذ المبادرات المجتمعية التطوعية، تحصل سميرة وزملاؤها وزميلاتها على حوافز نقدية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والذي يخصص نصفها لغايات الاستثمار في رأس مال المشروع الصغير الذي تنوي سميرة وصديقتها إنشاءه. المرحلة الثانية من المشروع هي الملكية. يتضمن ذلك تراكم المدخرات وإقامة مشاريع صغيرة، وتتلقى سميرة خلال هذه المرحلة تدريباً على إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة بغرض إعداد وتنفيذ فكرتها حول مشروع صغير خاص بها. وحيث أن سميرة وإحدى المشاركات المقربات إليها اعتادتا على إعداد الخبز، فقد قررتا إنشاء مخبز في بلدتهن التي تفتقر لمثل هذا المشروع. تقوم سميرة وصديقتها بالتجوال في محافظة المفرق، حيث تلتقيان بعدد من الموردين والمخابز الأخرى، مما يساعد في تطوير مهاراتهن الاجتماعية وتكوين روابط مع أفراد آخرين في المجتمع. وبفضل هذا التدريب، تقوم سميرة وصديقتها بإعداد خطة عمل تم عرضها على لجنة تقييم تتكون من القائمين على مشروع التشغيل السريع منهجية 3x6 وعدد من الرياديين في مختلف مجالات الأعمال، بالإضافة إلى مستفيدين آخرين. قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بمضاعفة مدخراتهم الجماعية من أجل توفير رأس المال لإنشاء مشروعهم الصغير والحصول على تدريب إضافي للمساعدة في إنشاء وإدارة المخبز. المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع هي الاستدامة. تتعلق الاستدامة بالاستثمار والتوسع من أجل تطوير المشاريع الصغيرة بحيث تكون قادرة على الاستمرار والديمومة. واصلت سميرة وصديقتها تلقي تدريبات حول الإرشاد والتسويق والاستشارات المالية، والتي هدفت إلى توجيههن في مرحلة توسع المشروع،
وصولاً إلى النمو المستدام. تتلقى سميرة وصديقتها تدريباً حول إعداد علامة تجارية وشعار للمشروع، إضافة لكيفية الوصول إلى الخدمات المالية. تقوم سميرة المفعمة بالثقة بالتجول في محلات التجزئة، حيث تقوم بشراء مستلزمات المخبز وشراء طعام صحي لأسرتها والتواصل مع صديقاتها والأشخاص الذين تعرفت عليهم طوال فترة المشروع. بهذا فقد استكملت سميرة كافة المراحل الثلاث لمنهجية 3 بـ6، الشمولية، الملكية، الاستدامة، والتي تستجيب للاحتياجات المباشرة للمجتمع وتنفيذ تدخلات للتشغيل السريع، بينما تعمل في الوقت ذاته على تمكين الشابات والشباب من خلال استحداث فرص عمل طويلة المدى. وضمن هذه العملية يشجع البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP على الادخار الفردي وإقامة المشاريع الجماعية وتعزيز الاقتصادات المحلية وتمتين الترابط المحلي وبناء مجتمعات مستضيفة فعالة وصامدة. ولغاية شباط من عام 2016 تم تنفيذ مشروع التشغيل السريع منهجية 3 بـ6 في 8 بلديات، واستفاد منه 939 شابة وشاب، وساعد أكثر من 400 مستفيد في إقامة مشاريع صغيرة خاصة بهم.